محظوظة هي عائلة الرحل التي كانت تمتلك مثل هذه الديكة. لم تكن في حاجة إلى منبه يوقظها صباحا أو يذكرها بمواقيت الصلاة، خصوصا وقت المغرب والفجر في رمضان. هذا الديك هذا خصو يكون تفقس من البيضة في الليالي، خصو يكون تفقس من البيضة في الليالي في يامات البرد، وقليل فاش كيكون هذا الفروج هذا. واليوم شفنا هذا الفروج وتبعناه، ولقيته فاش قرب المغرب خصو يطلع فوق شي بلاصة عالية. فعلا ها هو اليوم شفناه فوق الشجرة غادي يطلع وكيستعد. شو سبحان الله العظيم، حتى الاستعداد ديالو ما كيطلع، حتى كل شيء الفرارج ولا الدجاجات اللي معاه كل شيء كيطلعوا عاد حتى هو كيطلع وكيبلص يجيه القبلة. شوف سبحان الله العظيم، باش غادي يصيح، وهاد الصياح ديالو بوحدو واخا يكون الفرارج الاخرين حداه الوحيد اللي غادي يصيح في هاد الوقيته. لقد تعودت آذانهم على سماع هذا الصياح الذي يذكرنا بالزمن الجميل، لكن من تعذر عليه امتلاك ديك بهذه المواصفات يلجأ إلى وسائل أخرى لضبط المواقيت. لا، كاين وسائل أخرى، كاين مثلا الوسيلة ديال الحمار اللي هو ذاك الخشبة اللي كتوسط الخيمة حتى كتوصل واحد الوقيته اللي ديك الخشبة اللي كتوسط الخيمة ما كتبقاش تبان، ملي ما كتبقاش تبان ديك الخشبة تيقولوا هذا وقت الإفطار. الآن أصبحت غالبية الرحال تعتمد على الوسائل الحديثة كالتلفاز والمذياع والمنبه الذي قد يتعرض في أحايين كثيرة إلى الأعطاب، عكس هذه الديكة التي جبلت على دقة ساعتها البيولوجية. اللهم إذا ألمت بالديك وعكة صحية أو أصبح بين عشية وضحاها وجبة شهية.